قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. لماذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الوسطية، وهم ميزان الوسطية، وهم رمانة الوسطية؟ نقول الأمر الأول لأنهم العدول الذين رضي الله عنهم، ولأنهم الخيار الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأمر الثالث أن معلمهم ومربيهم على الوسطية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الوسطية ويربيهم على الوسطية ويوجههم، وإذا أخطأ أحد منهم في الفهم علمه، وقد كانوا يعملون بالوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. المعلوم يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يوما كان يقول لأصحابه وهم في المسجد اجلسوا، فجلس من في الطريق في خارج المسجد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا ما أطاق أن يمشي حتى يدخل المسجد، جلس في الطريق. فكل ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعملون به، وقد كانوا يعملون بالوسطية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا بالوسطية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.